نقول ليت مخالفينا يعاملوننا بصراحة كما نعاملهم بصراحة. نعم. يعني شوفوا ايش قد احنا صرحاء وتكلمنا عن ان هنالك مبدأ في هذا الاتجاه، في هذه الايديولوجية التي نحملها لنا وعلينا. لنا وعلينا، احسنتم. احسن الله. لا نميز، ما عندنا تمييز مذهبي في ذلك. اي. الباطل عندنا نحن ضده، المظاهر الباطلة عندنا نحن ضدها كما نحن بمقدار ما نحن ضد المظاهر الباطلة عندكم. كما قال الإمام الصادق عليه السلام مد المظهر. أحسنت. مو هذا؟ بالضبط. أي. بل أحيانا قد يلمس المتلمس منا أن نكون على من هم منا أشد في النكير. مبدأ أمير المؤمنين عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. ليش؟ لأنه أولا لابد أن تنظر إلى العفن الداخلي قبل أن تنظر في العفن الخارجي. لابد أولا تربي عيالك قبل لا تروح لولد الجيران تقول نعم. خلي أربيهم. مو هالشكل؟ نعم. فهذا المطلوب. لذلك أحيانا قد يجدون منا اشتدادا أكثر على من هم منا محسوبون علينا أكثر، وهذا التصرف الصحيح. نعم. نعم. المخالفون لا يعاملوننا بهذه الطريقة. يعني شوفوا كل المخالفين على تعدد مذاهبهم واتجاهاتهم مدركون تمام الإدراك. نعم. أن هذه القبور المشيدة نعم في أوساطهم هي محل تحفظ، ليس لديهم هذا الاستثناء. الاستثناء أعني المنقول الذي جاء به النقل. نعم. لا، وإنما هي اجتهادات. نعم. نحن عندنا استثناءات منقولة جاء بها النقل، جاءت بها الشريعة من صاحب الشريعة. نعم. وأئمة الهدى عليهم السلام. نعم. هم ليس لديهم ذلك. فلو كانوا مبدئيين حقا، لو كانوا عاملين بفقههم لوافقونا على إزالة هذه القبور. ماذا يقول فقههم؟ فقههم يقول نعم وأكيد هم يعرفون. أنا اخترت مثلا الآن، لم أختر مثلا غير الأحناف، اخترت استنادا إلى بالذات نعم اخترت من أبو حنيفة وأتباعه. وانت ماشي، هل يا ترى نعم وجود هذا المعلم بناء نعم لأبي حنيفة المشيد على قبره أمر يرتضيه أبو حنيفة أم يكرهه أبو حنيفة؟ جائز بشرع أبو حنيفة أم غير جائز؟ أنا يلا إذا قام من قبر أبو حنيفة يقبل هذا الطابوق كله فوقه؟ المفروض ما يقبل، أو دافنين بمكانه مثلا ما يقبل. هو إذا قام راح يقوم منك من بعيد ويجي من بعيد يمشي، ما راح يقوم منك. إيه منين يجي ما أدري، لأن هم أخذوه حرقوه خلص ذروه، يعني صار رماد وانتهى انتهى راح. نعم. شي يقول أبو حنيفة؟ هنالك كتاب معروف بعنوان حاشية ابن عابدين. نعم. هذا من كبار علماء الحنفية، مفتي كان في الشام. كتابه بعنوان رد المحتار، اللي هو حاشية على كتاب الدر المختار للحصكفي أو نعم الحصفكي. نعم. ذاك أيضا كان من كبار علماء الحنفية. حنفية. ففي هذا الكتاب، في كتاب الصلاة، في باب صلاة الجنازة نعم تحت عنوان مطلب في دفن الميت، في المجلد الثاني الصفحة 237 تحديدا نعم يقول ابن عابدين، يقول وأما البناء عليه أي على القبر فلم أرى من اختار جوازه،
وفي شرح المنية عن منية المفتي المختار أنه لا يكره التطين. تطين فقط. تطين فقط. تطين. نعم. القبر. من باب الصيانة. إيه. نعم. وعن أبي حنيفة اللي هو إمام المذهب. هو صاحب. يكره أن يبني عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك. لما روى جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها، رواه مسلم وغيره. هذا شرع يعني أبو حنيفة في شرعه ومذهبه أنه كاره للبناء على القبور بقباب ونحوها، يعني للحديث النبوي الذي رواه مسلم وغيره. خلاص احنا نمشي على شرعكم، شرع أبو حنيفة بالضبط، ونجي نزيل هذا البناء، نوفر عليكم التكاليف علينا. علينا بالضبط. يعني انتوا ليش تعارضون؟ بلا. هذه الآن هؤلاء القيمون على هذا المقام المزعوم. نعم. أوليسوا يقولون نحن على مذهب أبي حنيفة النعمان، هذا مذهب أبي حنيفة النعمان. شكوا هذا البناء وهذا هذه القبة وهذا الضريح، ليش؟ هذا كله مما كان يكرهه أبو حنيفة والحنفية. أعلام الحنفية. إذن هو بدعة حادثة. نعم. لا ينبغي التشبث بها ولا الغلو فيها ولا التعصب لها إن كانوا يرجون الله واليوم الآخر وقالوا نحن مبدئيون نمضي على مذهبنا وديننا. لكن الإشكال وين؟ ليش أقول لك مو صرحاء؟ الإشكال هنا أنهم يريدون لأنفسهم ما ينافسون، يريدون لأئمتهم ما ينافسون به ما بني على أئمة الهدى في على قبور أئمة الهدى في العراق. جاب لي جاب. أين الثرى من الثريا؟ يعني هي قضية تنافس مذهبي مقيت. يعني لأنهم رأوا أن الشيعة لديهم مشاهد وقباب وأبنية على قبور أئمتهم، والناس تتوجه بفطرتها إليهم الشيعة وغير الشيعة. أي. يزورون هؤلاء الأئمة. نعم. عليهم السلام. قالوا إحنا سوقنا ستكون بائرة. هو صح. ما عندنا شيء. خلص هم عندهم الكاظم، إحنا نسوي أبو حنيفة. شايف القضية هالشكل بدت. عناد. قضية عناد، قضية منافسة.